تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعين برنامج كورة على قناة خليجية وفعلتكم الثابت 11:30، والذي نناقش في أحداث الكرة السعودية. نبدأ بعناوين الحلقة. مختار والمولد يقودان العميد نحو ربع نهائي آسيا، والهلال على بعد خطوة من الثمانية الكبار. الأمير فيصل بن تركي لكورة قادرين على تسيير النادي ماليا لموسم آخر إذا لم يأتي عقد رعاية يليق بالنصر. سامي الجابر يؤكد حضور جماهير الزعيم سيجعل المواجهة الآسيوية سهلة، وكانيدا يوضح طريقتي ليست دفاعية وسألعب بالكرة المنظمة. المسابقات تحدد رزنامة البطولات السعودية، واللجنة الأولمبية تكافح الجرائم المعلوماتية. هذه عناوين الحلقة. اسمحوا لي في البداية نرحب بضيفينا معنا في الاستوديو، الأستاذ عزيز الهدلبي كاتب الصحفي والناقد الرياضي المعروف بصحيفة الجزيرة مريان. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بوجود، مساء الخير ولك وللأخوة المشاهدين، وإطلالة بعد غيبة. حياك واشكركم على الدعوه. حياك الله وسهلا الاستاذ والاعلام المخضرم استاذ عادل اسام الدين، شرفنا في الاستديو هالمره. يا اهلا وسهلا، وبالعكس سعيد، انا دائما من بعيد لكن الان قريب منك. لا بالعكس، طول عمرك قريب ابو علم. اليوم اقيمت مباراه مهمه في البطوله الاسيويه، للاسف كانت بين ناديين سعوديين، لكن الخبر السعيد انه كنا ضامنين قبل اتخاذ مباراه اللي يخوض الفريقين مباراه الذهاب والاياب انه عندنا فريق سعودي ضامنينه واصل للثمانية، إن شاء الله بكرة تكمل مع الهلال، ويصير عندنا ناديين سعوديين وإن شاء الله ما يتقابلون في دور الثمانية، الله كريم إن شاء الله. انتهت المباراة بفوز الفريق الاتحادي بنتيجة مدوية، مستوى أداء لم يركن للمباراة الذهاب، ولا أثرت العزيمة حقت خالد القروني أبو لمة على كابتن خالد القروني. فاز الاتحاد بثلاثة أهداف وخطف البطاقة لدور الثمانية. هذا الاتحاد يعني كل شيء ممكن يعني يروح ويجي معه إلا البطولة الآسيوية، عارفة حجمها أمام الفريق الاتحادي. نشوف تقرير الاتحاد. في الدرة وحيث المواجهة التي جمعت الشباب بالاتحاد في اللقاء القاري والذي اكتسح فيه العميد الليث بثلاثة أهداف مقابل هدف. شوط أول انتهى كما انتهى عليه الجزء الأول بهدف المخ مختار. شوط ثاني تجلى فيه القطار السريع فهد المولد وسجل هدفين، الأول بصناعة المخ والثاني بطريقة استعراضية صفق لها الجميع. الليث حاول اللحاق بالاتحاد وسجل هدف تقليص لكنه متأخر جدا. اللقاء ينتهي والعميد رسميا لدور الثمانية في البطولة الأكبر. بريان كيف شفت المباراة؟ والله في البداية نبارك الاتحاديين، إدارة وجماهير ولاعبين وأعضاء شرف. صراحة الاتحاد اليوم قدم مباراة كبيرة، مباراة ممتعة، مباراة في 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 مثل هالمراحل، مراحل بدايات الحسم، ظهر الفريق الاتحادي بمظهر صراحة قوي ومظهر مفرح لنا كسعوديين. احنا نشوف فريق سعودي يؤدي بهذا الأداء في البطولة الآسيوية وفي دور 16 ويتأهل لدور الثمانية. صراحة الفريق وبرغم الفريق الاتحادي خلال الموسم هذا واجه صعوبات كثيرة ومشاكل وزعزعة الفريق، ونحن نشوف اليوم الفريق يلعب يمكن بدون رباعي أجنبي مؤثر مع اللاعب البرازيلي، وفي الأخير اللاعب المغربي في آخر الدقائق، يعني ما كانوا اللاعبين مؤثرين. الاتحاد
أنا أعتقد في المراحل إن شاء الله القادمة لما يجي عنده رباعي أجنبي مؤثر حيكون مشكلة كبيرة، حيكون صراحة بتعطيه دفعة قوية إن شاء الله لبلوغ الدور الأربعة وأعلى من كده. أمس أنا كنت أسأل سؤال أنه في أندية لها علاقة كذا معينة خاصة مع بعض البطولات، وسألت زملاء الإعلامي اللي كانوا موجودين أمس اتفقوا كثير مع هالكلام. أنت تؤمن بهالكلام أنه في بطولات تعرف صاحبها، ولا هذا نوع من المبالغات؟ لا أنا ما مع التوجه هذا أنه البطولات تعرف صاحبها. اللي يعطي في الملعب واللي يؤدي بيستحق في النهاية مردود. قيل الاتحاد مثلا مع بطولة كاس خادم الحرمين بطولة الاتحاد، والاتحاد خرج الاتحاد، شفنا الشباب هو اللي أخذها. البطولة الآسيوية الاتحاد يعني مبدع فيها وأخذ أول بطولتين في نسختها الجديدة يعني كسعودي، فريق سعودي 2004 2005 يعني الاتحاد. ولكن يجب أنه أصلا الاتحادين أول من يرفض هذا الكلام، لأنه ربما يخدرهم شوي ويعطيهم نوع من الاستكانة والاسترخاء. الاتحاد أنا أعتقد أنه قادر إن شاء الله يوصل بدون هالكلام اللي ممكن. الاتحاد اليوم قدم لنفسه بداية جيدة للموسم القادم جدا على الأقل. نعم قدم شيء صراحة يعطي مؤشر أنه الاتحاد الموسم القادم حيكون فريق خلاص قوي. لازم يشتغلون الحين. وعلى فكرة ترى الفريق الاتحادي اللي اليوم أبهرنا وأمتعنا اليوم يعني ترى صناعة من العام الماضي، كان هالفريق هذا والشباب، بس جتهم مشاكل إدارية وزعزعت شوي من أداء هالشباب هذا. ولا الشباب هذا اللي موجودين هم اللي أخذوا كأس الملك العام الماضي، هم اللي يعني بس مشاكل الإدارية أثرت عليهم السنة هذه. وأنا أعتقد أنه يعني ما أقول نصيحة، ولكن رغبة وطموح وأمل أنه المدرب الوطني خالد القرون يستمر مع الفريق. طب السؤال المهم، هذه البطاقة اللي أخذها الاتحاد راح تخلي شغل الصيف مختلف على المستوى الاستقطاب؟ أنا أعتقد أنه أول إدارة يجب أنها تلغي شيء اسمه جلسة الصيف هي إدارة الاتحاد. الفريق يعني بقية الفرق يمكن إلى حد مثلا الهلال والنصر الأهلي، الأهلي عنده استحقاقات يعني محلية، لكن الهلال الاتحاد عنده آسيا حيكمل. يجب أنه يعمل خلال الآن فترة ما بين الموسمين عمل منظم وعمل شاق وعمل مجهد أمامه. ما أدري إذا كان بيغير مدرب أو لا، ولكن أنا ما أتمنى أنه يغير مدرب. حيكون أمامه تجهيز الفريق ومعسكر، حيكون أمامه اختيار رباعي أجنبي، وأنا أعتقد الرباعي الأجنبي يجب أن المدرب يكون له دور كبير في اختيار الرباعي الأجنبي. ما تكون اختيارات إدارية أو اختيارات يعني يدخل فيها عناصر أخرى غير المدرب. والمدرب اللي ممكن يقدم هالاختيارات هو الكابتن خالد القروني. لو جاء مدرب جديد مهما كان اسمه ما راح يختار اللاعبين اللي يحتاجهم الفريق في المرحلة القادمة، أو أنه يعرف احتياجات الفريق في المرحلة الحالية. فأنا يعني أنه استمرار خالد القروني مع الفريق استكمال للمرحلة الحالية. أنا أتمنى يستمر وأتمنى التوفيق بإذن الله. أبو لما شوف أنا يعني من يوم بدأت، لأنه الشاشة دي اللي خلفك الحقيقة الشاشة ما شاء الله كبيرة، وكلها على أولا على جماهير بروسيا دورتموند الكرة السعودية. والله الأصفر والأسود هذا براق وجذاب وحلو، 10% 20% الكلام على الكواليتي، على الكيف وليس على الكم. ممكن أنت تأخذ كل المدرج لكن جمهورك يكون غير فعال. والله 10% أشوف الجمهور الاتحاد اليوم، الاتحاد كله نجوم، كله نجوم اليوم صراحة. لكن إن اخترنا الأبرز أنا أقول لك جماهير الاتحاد اللي هي دائما حاضرة وبقوة وفعالة. شو 10% المساحة هذا والله العظيم لم يتوقفوا بهذه الجميلة وكالعادة، بل بالعكس كل الحضور طرب. وبعدين فهد المولد هو لاعب عنده لاعب ألعاب قوة، لاعب سريع ما شاء الله، مهارة 19 سنة، هذا النجم الثاني سجل هدفين. أنا أشوف يمكن الأهداف الاتحادية اليوم لو كانت في الدوري السعودي أو في الموسم السعودي وسألوني أنا أقول لهم كل الأهداف الثلاثة دي أجمل أهداف الموسم صراحة، أهداف جميلة حلوة ملعوبة. يعني حتى فهد اللي هو يمكن يعاب عليه الارتجالية والعشوائية وعدم التركيز أمام المرمى، اليوم كان كله تركيز، يبدو أنه نام ما شاء الله بدري وكان مصحصح وكان يبغوا يثبتوا أنه بالعكس يعني الاتحاد يجب أن يتأهل ومن الباب الواسع ومن خلال نادي الشباب القوي. أنا شخصيا والله كنت خايف على الاتحاد،
لكن الشباب واضح جدا دائما يعني نشوف كل الخبراء في كرة القدم ايش يقولوا، يقول الفريق اذا حقق بطولة كبيرة اي فريق منتخب في العالم لابد ان يحدث درب على طول بعد البطولة، الا في استثناءات والفرق العظيمة جدا لما تتكلم عن برشلونة او فريق، لكن عادة فرق العالم كلها لازم تنزل. الشباب نزل، فين مباراة الكاس؟ ذاك التصميم والحضور القوي، الحضور الذهني والفوز الكبير على الأهلي بعدها طبعا هذا لا أقلل من شأن الاتحاد. الاتحاد لعب كرة سريعة في زي ما تفضل أبو ريان اليوم فاجأهم كان واضح جدا تعليمات خالد القروني، يعني الاتحاد يسجل هدف ولو سجل هدف أنهى المباراة، وبالفعل هو سجل هدف بل 3 أهداف كانت هي يعني من أجمل ما يمكن. صار الضجة اليومين اللي راحت على موضوع خالد القروني والله أنا كنت شوف بصراحة أنا كنت مجهز نفسي، ليش يعني كنت أنا جاي قلت اليوم بجلس مع أبو جود وأطيح في القروني هذا أقول له ليش تروح وليمة خالد البلطان، خالد البلطان كريم رجل هذا رئيس نادي وأنت ما شاء الله عليك نثق فيه كذا، لكن ما هي مسألة ثقة، مسألة أنت يا أخي لما تروح واحد عازمك يعني بالله تصور فيركسون لما كان مدرب مانشستر يونايتد مباراة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي وإبراموفيتش راعي تشيلسي أو مالك النادي عزم فيركسون، وش ما يعني شيء يضحك، هذا لا يجوز في كرة القدم، يعني عازمك ما هي قضيته علاقاته بالإنسانية والله شوف خالد القروني صديق عزيز رجل أنا زي ما قلت لك أعتبره أحسن مدرب انتقاء اختيار عناصر، يعني احنا مدربين كلهم ناقصين ما عندنا مدرب شيء، مدرب يعني يشار اليه بالبنان تقدر توديه تونس تقدر توديه المغرب تقول لهم هذا المدرب سعودي لا يوجد مع الاحترام والتقدير، لكن اللي يميز خالد القروني انه يعرف يختار العناصر، ايش مشكلته في التجهيز، في مدرب ما يعرف ينتقي عناصر لكن يجهز، هذا القروني امتياز في الاختيار، شوف الـ 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 العناصر اللي جابها، يعني واحد زي عبد الفتاح عسيري ذبحونا الاجانب، هذا كنز مدفون عبد الفتاح عسيري في خلال السنة الجاية هذا أفضل لاعب سعودي ما شاء الله تبارك الله وعيني باردة وإن شاء الله نشوفه يعني حتى ويحمل كأس آسيا، جاء القروني عارف بالضبط أنه هذا حرام يدفن، فشوف العسيري كيف واحد فنان مخ من جد مخ مختار مخ وهذا مخ. الاتحاد يستحق الفوز، جماهيره العظيمة يعني يعني الحقيقة تستحق أن نهنيها، وأتمنى أنا الآن يعني أتمنى فقط أنه الزعيم شوف لا يصح إلا الصحيح، الزعيم والعميد هذول هم كرة القدم السعودية، هم الأوائل جماهيريا مكانة عظمة بطولات، لا كرة قدم في المملكة العربية السعودية بدون الناديين الكبيرين الهلال والاتحاد، فشيء لا يصح إلا الصحيح. أنا بس اللي أتمنى الآن ما أتمنى أن الاتحاد يكون ما يواجه الهلال يوصل وبعدين في النهاية نشوف فريق سعودي وإن شاء الله لو واجهوا بعض والله الهلال يخوف ويستحق. الهلال شوف الهلال عنده الآن الدافع والحافز، الهلال غاب كثير عن البطولات، فريق جاهز عناصريا لا يقل عن السنوات الماضية، ولا زلت أنا عند رأيي اللي أنا متمسك فيه أنه سامي الجابر ما أقول أنه هو يعني لا يصلح كتدريب، لكن أنا كنت اعترضت والله حتى قبل لا يتولى المهمة، وعندك وجود عندك قبل لا يبدأ الموسم قلت لك اختيار سامي كان خطأ لأنه كان يحتاج إلى فترة خبرة، لكنه رجل ذكي جدا ورياضي قدير. إيش تعرف إيش مشكلة سامي؟ يعني عارف عنده لازال فريق الهلال غير متماسك، لانه هو عنده مشكله غير خالد القروني، هو عنده حتى في الاختيار يعني في المحاور، يعني مثلا استغنى عن واحد اسمه عادل هرماش، هو عنده في المحاور امس كنا بنتكلم بدل الموضوع عن ما واحد يفهم كوره وخبير، انه في مشكله سامي ضعف القراءه عنده بالنسبه للاختيار العناصري، وهذه مشكله غير الاستراتيجيه التكتيكيه، لكن هو بيتعلم وهذا شيء جيد، عشان كده انا قلت لك يعني سامي دائما احنا من نتكلم عن سامي العنوان الرئيسي ما شاء الله تبارك الله دائما نقول له ذكي، هو طول حياته يتمتع بالذكاء، فخان ذكاؤه في اختيار التوقيت المناسب لتدريب الهلال. طيب يعني كان بعد سنتين ممكن شيء اخر. حنفتح ملف الهلال ومباراته الاسيويه غدا، مختار فلات اليوم يلعب امام الاتحاد ويسجل العديد من امام الشباب يسجل العديد من الاهداف. هو كانه شوف انا ما بزعل الاستاذ خالد البطان ولا الشبابين ولا شيء، في النهايه هذا مكتوب ومقدر والرجل اجتهد، لكن
أنا خالد تصدق يعني أنا أتوقع أنه هو يحلم هو جالس قبل لا ينام متأكد تماما. لو تسأله مختار يقول أنا حوريهم مين مختار فلاته. ثلاث مباريات سجل 8 أهداف يعني يعني الحقيقة قال لخالد بطان وين مين قراركم غلط. أنا مفروض كان أنا المهاجم الأساسي في له. وهذه مشكلة الأندية السعودية عدم عندها ضعف كبير جدا في من هو النجم. وأسماء كثيرة ترجع تاريخ الكرة السعودية نجم يفرطوا فيه وبعدين يندموا. وشوف أنت هذا الجبرين شوف اللي احنا تصاروا عليه كيف ما فرطوا فيه. ما حد عرف أنه هذا الجبرين نجم كان ممكن ينجح ويوصل المنتخب السعودي. مختار فلات أبو ريان ثلاث مباريات فيها 8 أهداف أمام الشباب تحديد. شوف مختار لاعب عنده إمكانيات مهاجم قناص وعنده إمكانيات مهارية وإمكانيات عالية صراحة في التجهيز والتحضير والوانتو والفينيشينج. في شيء إضافي يساعد صراحة مختار شكله ما يوحي إنه يعني هذا شيء يساعده يعني المدافعين ما يعطونه الأهمية اللي يستحقها كهداف. يعني ربما يشوفونه مهاجم كسول مهاجم ما هو لكنه صراحة ذكي ومهاري ومتعاون مع زملاء وهدفه اللي سجله اليوم الهدف الأول كان لعبة راس وانتو وسحبة حسن معاذ صراحة عالمية وفي الزاوية المقابلة البعيدة صراحة يعني لاعب ما شاء الله يعني مهاجم نهاز ومهاجم. وبالفعل الشبابين يعني أنا أعتقد أنهم فرطوا في 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 مهاجم كان مفترض يكون هو مهاجمهم الأول ومهاجمهم الباقي. ولكن شوف ترى أحيانا بعض مناخات بعض الأندية ما تناسب بعض اللاعبين. يمكن في الشباب ما برز مختار المناخ يمكن ما هو مهيئ له أو ما ناسبه أو وجد مناخ آخر في نادي الاتحاد وبرز. لو جبنا مختار مثلا مع الهلال يمكن ما يبرز أو مع الأهلي أو مع النصر. هي ظروف أحيانا ظروف تخدم لاعب في نادي معين يبرز. ألف مبروك للاتحادين وألف مبروك للكرة السعودية سبورت كلب الاتحاد. ونرجع لكم ون 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 والدي نمبر ون 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 هذا عميد الفن ون 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 والدي نمبر ون 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 هذا عميد الفن ون 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 والدي نمبر ون 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 مبروك للاتحاد. تحب صالح القرني ابو لما انت بعد ما انا قبل كذا بعد المباراه ولا قبل كذا قلت لك الاغاني زي دي تقشعر بدني. انا صراحه ما يعني شوف يعني انا دائما اطالب بالحياديه وكذا لكن احيانا بعض في العاطفه ايضا يعني تتغلب وانت ما تسوي مثالي وكذا وما تعبر عن المشاعر. فلا انا افرح الاتحاد والاغاني زي دي من جد تقشعر بدني يعني ترجعني سنوات طويلة وكذا. الواحد يتمنى أحيانا يعني اليوم تبى صراحة يشوف المدرج ده الأصفر والأسود اليوم كذا الأعلام هذه ما تشوف إلا في مدرجات ألمانيا وكذا.
أي بني آدم يحب الكورة ويحب الفن ويحب الإبداع يتمنى يكون جالس في المدرج في اللحظات ذيك. الإدارة الاتحادية متمرسة في البطولة الآسيوية طبعاً، إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه منصور بلوي يقف خلف إبراهيم. والله يو. وأنا أشوف إبراهيم بالذات، إبراهيم بلوي البطولة التاريخية اللي فازوا فيها 5-0 في 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 كوريا، كان إبراهيم هو رئيس البعثة في تلك الفترة. فأنا أقول إن شاء الله، هو يعني أنا الحقيقة سعيد بوجود، يعني أنت الآن سواء الاتحاد أو الهلال، يعني أنا الأمل أنه يكون في فريق سعودي في النهاية إن شاء الله تعالى، وإذا وصل فريق سعودي أنا متفائل. هو يخوف الفريق الصيني طبعا، يعني فريق جبار ويظل يعني هذا، لكن احنا خليها أمنيتين. صحيح صحيح، يفوز الهلال بكرة وما صحيح. يتواجهون، يعني ما نبغى نخسر، نبغى نضمن على الأقل مقعد في دور الأربعة. الإدارة الاتحادية متمرسة في البطولة الآسيوية بريان، هذا يجعل عملها يكون مختلف لتحضير الموسم القادم، إذا أخذنا بعين الاعتبار منصور الذي يقف خلف إبراهيم. والله الإدارة الاتحادية يعني ما هو من صعب نحن صراحة نقول لهم متمرسين، يعني إدارة جديدة وإبراهيم يعني أول مرة يمسك رأس النادي. وانا اقول انه ما نبغى يعني كاعلام ونقاد احنا نحمله او نضغط عليه كثير، يعني خليه يشتغل براحته. وانا اقول الهلال والاتحاد اللي حيحدد مسارهم في الادوار النهائيه في اسيا عمل الصيف. ايضا الهلال ترى محتاج عمل، الهلال فيه استقرار شوي وفيه عناصر وفيه تكامل، ولكن يحتاج مثل ما تفضل ابو لما في منطقه المحور محتاجه الى عناصر سواء محليه او اجنبيه. اكثر من موجود محاور ما فيه، كاستيلو ما في سعود كريري بحاجه الى واحد جنبه، يعني دائما اللاعب والمحاور، اذا عندك محاور جيدين وترى هذه هي مفتاح الفريق، يعني اذا عندك محاور جيدين هم اللي ممكن يشيلونك ويدفعون بك للامام، خطوات للامام. الهلال يحتاج الى لاعبين في المحور، يحتاج الى لاعب وسط بجانب نيفز. انا اعتقد انه مثلا محمد الشلهوب الآن في أمتاره الأخيرة، يعني 33 سنة، عبد العزيز الدوسري ونواف العابد، أنا أقول بكل صراحة خذلوا سامي هذا الموسم الاثنين ذولي، لذلك لازم سامي ما يعتمد كثير عليهم ويأمن منطقة وسطه. في غياب رأينا في غياب نيفز في تأثير كبير، يجب أنه يكون في عنصر أجنبي مع نيفز وأمامهم ياسر وناصر. فاصل قصير بعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث. العميد يطيح بالشباب ويعبر لدور ربع نهائي آسيا. مختار والمولد يقودان العميد نحو ربع نهائي آسيا، والهلال على بعد خطوة من الثمانية الكبار. الأمير فيصل بن تركي لكورة، قادرين على تسيير النادي ماليا لموسم آخر إذا لم يأتي عقد رعاية يليق بالنصر. سامي الجابر يؤكد حضور جماهير الزعيم سيجعل المواجهة الآسيوية سهلة، وكانيدا يوضح طريقتي ليست دفاعية وسألعب بالكرة المنظمة. المسابقات تحدد رزنامة البطولات السعودية، واللجنة الأولمبية تكافح الجرائم المعلوماتية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعاتنا في المملكة العربية السعودية، أستاذ عبد العزيز الهلب والأستاذ عادل عصام الدين هم ضيفاء حلقة الليلة. نشوف تقرير يتحدث عن نقطة التحول في إياب البطولة الآسيوية. عبور النمور الاتحادية نحو الدور القادم من البطولة الآسيوية تحقق بعد أن بذل اللاعبون جهدا كبيرا وتركيزا عاليا، حيث لم تؤثر عليهم نتيجة لقاء الذهاب. فكان الهدف الاتحادي المبكر عند الدقيقة 8 أول نقاط التحول في لقاء الإياب، والذي ساهم بشكل كبير في ترجيح كفة العميد.
كما أن خروج المدافع الشبابي سياف البيشي وعدم وجود البديل الجاهز اضطر التونسي عمار السويح لإعادة البرازيلي مينغازو لخط الدفاع، مما أثر سلبا على الأداء الهجومي لكتيبة الليوث. منعطفان هامان أثرا بشكل كبير في سير اللقاء، والذي اتجه بكليته نحو الفريق الاتحادي ليظفر النمور بالتأهل لدور الثمانية. أبو لما، التركيز اليوم كان عامل مؤثر في المباراة ولا عندك وجهة نظر ثانية؟ والله يعني طبعا يعني نقطة مهمة، بس أنا أشوف قبل لا أنسى في كنتوا بتكلموا عن بالنسبة لفريق الاتحاد التجهيز بالنسبة للعام القادم، والآن أنا أشوف يعني شوف إدارة إبراهيم البلوي ركزت في الفترة الماضية على الجانب، طبعا في أي نادي في جانبين، جانب إداري مالي وجانب فني، هو ركز على الجانب الفني من إحضار مدرب وتغييرات إدارية تابعة لكرة القدم، وهذا أنا أشوف ما هي مشكلة الاتحاد الآن، هي مشكلة الاتحاد الآن مالية، أنت أدعم النادي ماليا، أما المشكلة الفنية كل الدنيا تعرف إيش يحتاج الاتحاد، الاتحاد يحتاج ممكن استمرار خالد القروني، نفس العناصر والكفاءات السعودية هذه بأربعة أجانب، تصور أنت اليوم الاتحاد يلعب اثنين أجانب عالة عن الفريق، يعني صدق السعوديين أحسن، يعني ليو هذا تصور محسوب عليك أجنبي، وعبد الغني مغربي محسوب عليك أجنبي واحتياطي، يعني السعوديين هم الأساسيين، فالاتحاد الآن فقط أجانب، بعكس زي ما تفضل أبو ريان الهلال، لا الهلال عنده يحتاج إلى أجانب ويحتاج إلى تغييرات عناصرية في الفريق من الوطنيين من السعوديين، يمكن هذا ينسحب حتى شوف الأهلي استقطب، النصر استقطب، الاتحاد الآن ما استقطب، فالاتحاد مشغولين بالآسيوية مو وقت يعني. مشغولين نعم مشغولين، ولا أنا أقول لك لا تجيبوا أي سعودي ما تحتاجوا، أنتم عندكم الآن السعوديين هم يعني فريق فعلا يشرف، جيب أربعة أجانب كويسين وحط كل فلوسك في الأجانب هذول وأنسى، حتى خالد القروني أنا قلت لك أنا شوف كرة القدم زي رقعة الشطرنج أحجار أنت تحطها، أنت شوف أهم شيء يكون عند المال أو الفلوس هي الأهم، وبعدين الجانب الفني، شوف مانشستر سيتي فريق كحيان غايب عن هذا في إنجلترا في خلال 3 سنوات، جاءك منصور شيخ منصور بن زايد اشترى النادي وفي 3 سنوات جاب الدوري مرتين، عناصر حط الفلوس وجاب لك عناصر من أفضل اللاعبين في العالم، وجاب قبل يومين بطولة الدوري في إنجلترا، أنت إذا عندك فلوس بعد كده ما تخاف. النصر كيف رجع السنة هذه ما شاء الله وأعاد الحيوية والحياة لكرة القدم السعودية من خلال هذه العودة، لكن الفلوس هي اللي جابت العناصر ما شاء الله بيكسب، وأضاف الآن في الأسبوع الماضي أيضا عناصر، و احنا نطالب الأندية كلها تدعم صفوفها عشان لصالح كرة القدم السعودية. بريان اليوم ايش اللي كان نقطة التحول في المباراة اللي لما شفته قلت هذا هو سبب فوز الاتحاد اليوم؟ الهدف الأول أحبط الشبابيين وزاد العبء عليهم وزاد الضغط عليهم، بعد الهدف الأول الشباب تاه في المباراة، الهدف جاء وهدف الفريق الشبابي جاء من مباراة الذهاب خاسر ومتأخر بهدف، يريد في مباراة الرياض يعوض ويتفوق، فوجئ في بداية المباراة أنه يستقبل هدف، هذا أنا أعتقد هذا هو قتل المباراة، قتل الشبابيين، أحيا المباراة بالنسبة للاتحاد، وكان هو نقطة التحول الأولى في المباراة هذا الهدف، تحكم بعدها الاتحاد بالمباراة كما يجب كما يريد، أبدع وقدم فنونه بكل أريحية، فهد المولد سجل أهداف فيها سلطنة فيها إبداع فيها جمال، يعني ما كان في خوف، يعني شوف اليوم حراس المرمى فواز القرني اليوم تفوق كثير على وليد عبد الله كثير، وليد اليوم وليد كبقية لاعبي الشباب اليوم لم يقدم ولا واحد منهم صراحة المستوى اليوم، وأول من يحاسب من قبل إدارة الشباب اليوم هم اللاعبين،
اللاعبين ما قدموا اي عطاء ولا اي حسن. معاذ اليوم كان تايف المباراه، ولا وحتى الاسطى في ظهير ما شفنا الهجمات ولا حتى الدفاع الجيد والدفاع اللي نحن نعرفه عن لاعبي الشباب، ولا احمد عطيف. رافينها هو الوحيد اللي كان يقدم لمحات ما بين فتره واخرى، بقيه اللاعبين تايهين في المباراه بصراحه. وانا اقول اللي توهم الهدف الاول. انا بس ممكن ابغى اضيف، شوف هو نقطه تحول، يعني انا من يوم شفت المباراه بدايتها ما في نقطه تحول، يعني البدايه كشفت او وضحت او كانت يعني تشير الى فوز اتحادي قادم. انا عشان اشوف يعني اداء اللاعبين مع فكر خالد القروني في هذه المباراه، كان الاتحاد شوف حتى في الدفاع، انا كنت احيانا اعدهم 7 أو 8 لاعبين في حاله الدفاع، اسفنجه مضغوطه، بعدين تصير عمليه التمويج، التنويع في الهجمات، سولو بكلاسيك تقليدي وجماعي، يعني كل هذا لانه عنده الاتحاد امكانيات فرديه في انه هو يهاجم حتى في الهجمات المرتده بشكل جماعي وبشكل فردي اعتمادا على مهاره فهد المولد ومختار. حقيقه الاتحاد كانت له الكلمه العليا اليوم، افضل على مدار المباراه. صح في رافينها هذا، والله انا اشوفه اقول الله لو عندنا في السعوديه واحد زي ده ما شاء الله، يعني لاعب حتى في التشكيله اللي انا في جيت الشرق الاوسط يعني سالت عنها من المدربين الوطنيين، حطوا رافينها ونفز، يعني كل المملكه العربيه السعوديه استاذ تركي السنه دي لا يوجد الا نفز ورافينها باعتراف وتشكيله المدربين الوطنيين، معناه فشلت الانديه السعوديه في اختيار اللاعبين الاجانب. واحسن مهاجمين اثنين بدون منازع مختار وناصر الشمراني. انت الان عندك في المنتخب السعودي اثنين ما شاء الله هدافين، الله يوفقهم. نشوف تقرير عن مباراة الهلال غدا البطولة الآسيوية. ميعاد لفرض الكلمة وإنهاء الموسم بمرادات الجماهير العريضة. الهلال يستضيف بندكيور الأوزبكي في إياب دور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا. مواجهة الذهاب التي كانت في طشقند انتهت زرقاء هلالية بهدف الدوسري سالم، مما يضع الهلال في كفة أرجح من منافسه. كل الجماهير الزرقاء تعلق آمالها على هذه المباراة بعد موسم خرج فيه الزعيم محلياً خالي الوفاض. عودة بعض العناصر المهمة وعلى رأسهم البرازيلي رسام خط الوسط تياغو نيفيز تبعث الطمأنينة في نفوس الجمهور. كلنا أمل بأن يلحق الهلال بشقيقه الاتحاد بالوصول إلى دور الربع النهائي والوصول إلى أبعد من ذلك أيضا للفريقين. حظا موفقا يا زعيم. أبو ريا، الهلال غدا. الهلال غدا إن شاء الله يعني ظروف الفنية وظروف النفسية والمعنوية يعني في أعلى مستوياتها في مباراة بكرة. يفترض أنها تكون فريق في مباراة الذهاب في طشقند قدم مستوى جيد وتفوق على الفريق الأوزبكي وعاد إلى الرياض بثلاث نقاط ثمينة جدا تريحه في مباراة الغد. الهلاليين أو بعضهم قلقين من الارتياح هذا، ربما يؤدي إلى استرخاء مثل ما تفضل أبو لما أنه البطولة الكبيرة اللي حققها الشباب في كأس خادم الحرمين خلت الفريق يسترخي بعد البطولة. في خوف على الهلال بكرة من حالة الثقة المفرطة، الثقة الزائدة أنه يعني على أرضنا بين جمهورنا وفريق وعندنا أكثر من احتمال التأهل، التعادل، الفوز، حتى الخسارة بهدف، في أمل نحن نواصل ممكن نتفوق. في الاحتمالات هذه والفرص المتعددة والإحساس بشعور التفوق، شعور الأفضلية، ربما هذا شيء مقلق بعض الهلاليين. 1-0 من النتائج اللي ما تفقد الفريق المنافس الأمل، لكن ممكن تأثر عليك بالاسترخاء في مباراة الذهاب والإياب. اي طبعا، يعني هي نتيجه مطمئنه ومريحه بالنسبه للهلال. يفترض انه يعني تخليه بكره يلعب وهو مرتاح بدون ضغوط ويقدم، وخصوصا الفريق فيه عناصر يعني كبيره وعناصر عندها امكانيات عاليه تجربه،
فبكره ممكن انهم يعطون كل ابداعهم يظهر. فاللاعبين ما هم من النوعيه اللاعبين اللي تقول والله امكانياته محدوده وترى وبس بحماس وكذا بكره، لا، اللاعب بكره اظهر ما عندك من امكانيات، ابدع. عندهم امكانيات كبيره ياسر وناصر وكل اللاعبين، فننتظر. شو مطلوب بكره؟ يخلصون مباراه سريع سريع وعشان يرتاحون كذا لا ما يخلصون مباراه سريع سريع، يلعبون بهدوء وعدم استعجال، ولا يتيحوا للفريق الأوزبكي لا يتيحوا فرص لل مش مسموح اخطاء، اي يلعبون باسلوب الاتحاد اليوم، مش مسموح اخطاء، مثل اسلوب الاتحاد اليوم ما في اخطاء، في ضغط على الخصم اكثر من لاعب على الخصم اللي معه كوره، اكثر من لاعب يهاجم له، يرتكب الخصم اخطاء تستغلها. بكره مطلوب من الهلاليين انه لا يعطون الفريق الخصم فرصه للراحه في الملعب. ايش كان اعتراضك انت على العابد والدوسري عبد العزيز؟ اي يعني السنه هذه صراحه يعني شوف، بالنسبه لعبد العزيز الدوسري في بدايه الموسم كان مصاب ومعذور يعني ورجع بعد اصابه، ولكن ما يقدم صراحه الاداء والعطاء اللي معروف عنه ومنتظر منه. لاعب يملك امكانيات كبيره عبد العزيز، ما حد يختلف. تحس اثنين ما يبذلون مجهود داخل الملعب؟ يعني مثلا ما لها علاقة بالتركيز ولا لا 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 بالعطاء، لا لا لا. هم عندهم مشكلة انهم ما يبذلون مجهود. ايوه هذا هو، نعم. نواف العابد وعبد العزيز الدوسري ما يؤدون الاداء اللي فيه اللي المطلوب منهم ولا يبذلون الجهد. يعني وليش نقول هذا الكلام؟ ليش نعاتبهم؟ ليش نقول؟ لانه عندهم امكانيات، عندهم امكانيات كبيرة وامكانيات مذهلة. يعني واحد مثل نواف العابد حتى المنتخب في بعض المباريات لما كان في المنتخب قدر انه هو يعني يؤثر في المنتخب تأثير كبير. إذا اللاعب أعطى وقدم كل إمكانياته وبذل جهد في الملعب. ولكن اللاعب اللي تلومه صراحة وتقول هذا خذلني، اللي عنده إمكانيات عالية ولا يقدمها ولا يبذل جهد، يظهر هذه الإمكانيات ويخدم ويسخرها لمصلحة الفريق. يعني بل في لاعبين كثيرين سواء في الهلال أو في غيره محدودين الإمكانيات، إمكانياتهم ضعيفة، تقول بركة منهم، أوكي هذه قدراتهم وهذا اللي تحب. اللاعب اللي إمكانياته عالية ويعطيك 60-70% منها، ولا اللاعب الإمكانياته معقولة ويعطيك 100% من اللي عنده؟ لا شوف، أنا عندي قناعة أن كرة القدم ما هي مهارات كلها، في جزء كبير أو الجزء الأكبر من كرة القدم هو العطاء والروح. يعني أحيانا فريق تشوف فريق مثلا فريق عنده كل العناصر 11 عنصر على مستوى عالي من المهارة والفن والأداء، ولكن فريق آخر أقل. ودك توزع روح ناصر الشمراني على اللاعبين؟ نعم ما شاء الله، يعني روح ناصر صراحة يعني تلفت النظر صراحة، وتخلي حتى اللي غير هلالي يعجب بهذا اللاعب ويذهله صراحة. ناصر ما شاء الله تبارك الله، يعني جامع كل الصفات اللي، وهذا اللي بخلي ناصر ترى في 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 حالة ثبات عالي. ناصر يعني 5 دوريات هداف الدوري، ترى ناصر أصيب برباط ورجع ما شاء الله كأنه لم يكن في الرباط، أنهى كثير من اللاعبين، ولكن الروح هي الروح ما شاء الله، الروح روح القتال، الروح اللاعب اللي عنده رؤية، أنا عندي هدف بحقق هدف. يقول نايف العنزي في تحليله ناصر الشمراني يقول مش مهم عند ناصر كيف يتسجل الهدف، المهم يتسجل بالرأس بالرجل تصقع فيه، شفنا هذا. ما يعني له كثير جمالية الهدف، فنية الهدف كيف هدف وبس، هذا هو، هذا اللي خلى ناصر في القمة، وخلى ناصر في 5 مواسم هداف الدوري، وخلى ناصر يعني السنة هذه شفنا صراع كبير على لقب الهداف، كان في ناصر جاء من الخلف ترى، وفي آخر الدوري شق الطريق بقوة وتنافس مع مختار إلى آخر مباراة بفارق هدف. يعني ناصر ما شاء الله يعني لاعب ومهاجم وقناص، يعني نتمنى أنه بقية اللاعبين في الهلال وفي غيره ياخذون من روح ناصر، وفي لاعبين كثيرين عندهم الروح هذه، وناصر واحد من المميزين بالروح. الهلال ابو نعم، الهلال شوف ما هو في افضل حالاته، هو بيلعب ب50% من امكانياته، وال50% هذه ما نفعته في الموسم، خرج خالي الوفاض في اسيا، ال50% نفعته ومشي، لانه هو طبعا ايش الخلل من ناحيه التدريب، في خلل تدريبي، هذا
بشوية بعرق تقدم الهلال أو ما بيستغل إمكانيات الهلال الكبيرة. الخلل الآخر في الجانب العناصري اللي تكلم عنه أبو ريان، واحد زي نواف العابد هذا أفضل فنان في السنوات الأخيرة، يعني هذا هو امتداد لجيل المبدعين السابقين من الثنيان، من خالد مسعد، من مروان بصاص ونواف التمياط، وهذا نواف العابد. كرة القدم السعودية أنا دائما أقول من التقصير اللي موجود في الإدارات عدم وجود أخصائي اجتماعي. لو كان في أخصائي اجتماعي، أنا أعرف نواف العابد وأراقبه وشفته في، يعني نواف العابد هذا فنان، الفنان ده يبغى له رعاية خاصة. شوف أنت عندك الفريدي، الفريدي في الاتحاد فشل 100% هو ياخذ 7 مليون في السنه، هذا كان يبغى له رعايه. انا اتمنى احنا لما جاء النصر كثيرين من الاخوان النصراويين يقولوا حينجح، اقول لهم يبغى عنده المقدره، عنده الامكانيات، الامكانيات هذه تحتاج الى تعامل خاص، الى تعامل خاص. الهلال بال 50% مشي في المجموعه الاصعب، كانت مجموعته صعبه جدا جدا، هي المجموعه الاقوى، مجموعه حديديه. تأهله هذا وكأنه هو أخذ جائزة، حيلعب مع أسهل مجموعة، سواء أي مجموعة الفتح دي مجموعة نايمة الحقيقة، يعني مجموعة ضعيفة جدا. فأنا أقول الهلال محظوظ، مع احترامي وتقديري هو الهلال بنص مجهوده إن شاء الله تعالى يتأهل، لكن هو المفروض يعني القادم الأيام. أنا أعتقد الهلال بكرة إن شاء الله تعالى حيتأهل بسهولة، لكن الهلال ما هو عشان تجيب البطولة الحين الهلاليين يقول لك نبغى نخلص الموسم بهالبطاقه لا لا يخلص وتكون يخلص بدايه الموسم القادم مختلفه ولا لا؟ لا هو ان شاء الله ما هو قادر ان شاء الله يخلص، يعني ما عليه خوف بكره. اي انا اقصد انه الهلاليين الحين مو قاعدين يفكرون في الموسم الجاي، يعني يبغى يخلص البطاقه دي علشان يكون عندهم مثل الاتحاد ضمان لبدايه موسم جديد. لما انت تدخل موسم وعندك بطاقه في جيبك شايلها دور الثمانيه في البطوله الاسيويه، الموضوع مختلف ولا لا؟ صحيح. ومثل ما تفضل ابو لما، الهلال علشان يستمر الى يروح ابعد من دور الثمانيه لازم في شغل في يعني الصيف. الحين عندنا يعني الهلال يختلف شوي عن الاتحاد، عن الاتحاد في انه لو اخذ البطاقه بكره بيصير الموسم القادم يلعب في البطوله الاسيويه في دور الثمانيه وعنده النسخه اللي الجديده اللي بعدها على بالضبط. نعم. فانت تدخل موسم وانت عندك بطاقة الثمانية، يختلف الموضوع كثير ولا لا؟ صحيح. خلينا نشوف، نروح فاصل وبعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج. الزعيم على بعد خطوة من الثمانية الكبار، والجابر يؤكد حضور جماهير الزعيم سيجعل المواجهة الآسيوية سهلة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعينا وتانا في المملكة العربية السعودية، أستاذ عبد العزيز الهدلق والأستاذ عادل عصام الدين ومضيف حلقة الليلة، وينضم معنا عبد الله رشيد. هلا عبد الله. هلا والله، حياك الله بوجوده، مسي على السادة الكرام. هلا وسهلا عبد الله. ايش عندك اليوم في شوت؟ اليوم اخبار شوت طبعا، يمكن ابرز خبر في لجنة المسابقات ما زالت تكمل عملها الجيد الموسم هذا، يعني يمكن من اللجان اللي كانت متميزة هذا الموسم بعملها المنظم والدقيق، مستمرة في عملها هذا، وحددت مواعيد انطلاق المسابقات القادمة لدوري ركا وكاس فيصل وغيره، وحددت ايضا موعد قرعه دوري عبد اللطيف جميل للموسم القادم. عندنا ايضا اكيد بدات اخبار اللاعبين الجدد، بدات اخبار المفاوضات، اخبار حتى التعاقد مع المدربين. الفيصلي عندنا وقع مع مدرب، ايضا مؤتمر صحفي للمدرب سامي الجابر بخصوص مباراه بكره اللي تحدثتم مع الاساتذه قبل شوي عنه. هذه ابرز الاخبار اللي موجوده معنا اليوم. لجنه المسابقات رتبت كل شيء للموسم الجاي؟ نعم، حددت انطلاق البطولات اللي هي دوري الدرجة الأولى والثانية وكأس فيصل، وحددت أيضا الثاني من شهر يونيو موعد قرعة عبد اللطيف، دوري عبد اللطيف جميل، يعني يعتبر وقت جيد إن شاء الله عشان ينطلق الموسم الجاي مثل ما صار الموسم هذا. يعني صار في تأجيلات الموسم هذا، لكن الكل أشاد بعمل لجنة المسابقات، ما صار في تضارب في المباريات زي ما صار المواسم اللي قبل. طيب خلينا نشوف شوت ونرجع لك بعدها في تويتر. مش مخبار شوت.
حددت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماعها اليوم الثلاثاء موعد انطلاق دوري ركا وكأس دوري الأمير فيصل بن فهد ودوري الدرجة الثانية وكأس الاتحاد لدرجة الشباب والناشئين، إضافة إلى إعلانها المسبق عن موعد انطلاق دوري عبد اللطيف جميل الموسم القادم وكأس ولي العهد وكأس السوبر. وستعقد اللجنة ورشة عمل تطويرية تشمل ممثل الفرق والإعلان يوم الأربعاء القادم. كما حددت اللجنة في الثاني من شهر يونيو إقامة قرعة دوري عبد اللطيف جميل وركا في السابع من ذات الشهر، ستعقد موعدا لمراسم قرعة كأس ولي العهد. كما ناقشت اللجنة بعض المواضيع المطروحة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها بعض القرارات. تنظم اللجنة الأولمبية العربية السعودية بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ندوة للتعريف بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ولرفع مستوى الوعي وسبل مكافحة هذه الجرائم ظهر غد الأربعاء في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض. وتأتي هذه الندوة في إطار الحملة التي تستهدف لفت انتباه مستخدمي الاتصالات وتقنية المعلومات في المجتمع السعودي وإلى خطورة هذه الجرائم والتحذير من التساهل أو الإهمال أثناء التعامل. وجه سامي الجابر مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم رسالة لجماهير الهلال بالحضور في مدرجات استاد الملك فهد غدا الأربعاء في مواجهة الهلال أمام بنيوتكور الأوزبكي في إياب دور 16 من دوري أبطال آسيا، واصفا إياهم بالرقم واحد وبأن الأمور ازدادت صعوبة في هذه البطولة ويجب أن يكون ختامها مسك على حد قوله، وبأن لقاء الغد ليس تحصيل حاصل كما وصف البعض، وبحضور الجماهير الهلالية ستكون سهلة إن شاء الله. أكد الأسباني كانيدا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أنه لا يعد جماهير الفريق بتحقيق الإنجازات قائلا: لا أستطيع أن أطلق وعود للجماهير النصراوية، ولكن أعدهم بأنني سوف أقاتل مع فريقي حتى النهاية. وأوضح كانيدا أنه سيطلع على كل التقارير الفنية التي قدمها الأورغياني كارينيو المدرب السابق للنصر، وسأتواصل معه شخصيا، وأنا لدي صورة واضحة عن النصر لأني راقبت باستمرار الدوري السعودي وأعرف عن كل شيء. وأوضح الأسباني كانيدا أنه لا يميل للطريقة الدفاعية، ولكن اللعب بالكرة المنظمة والدوري السعودي يعتمد كثيرا على الهجمات المرتدة، وهذا يعتبر سوء تنظيم، والنصر لدي أسلحة كثيرة وعناصر مميزة ستساعدني بتنفيذ طريقتي الفنية. تلقت إدارة نادي الهلال دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لحضور مؤتمر نظام مطابقة الانتقال الدولي فيفا TMS، وسيمثل الهلال في هذه المناسبة مدير الاحتراف بالنادي الأستاذ تركي المسند الذي غادر إلى ماليزيا للتواجد في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مدينة كوالالمبور الماليزية لحضور المؤتمر الذي سيعقد يوم غد الأربعاء، حيث سيتم مناقشة الحضور في النسخة الجديدة المتعلقة بانتقالات اللاعبين الدولية. أكدت صحيفة دي أفريكان فوتبول المغربية بأن نادي النصر قد فتح خط المفاوضات مع لاعب الرجاء المغربي زكريا الهاشمي، وذلك عن طريق مندوب للنادي فاوض إدارة الرجاء المغربي شفهيا من أجل الحصول على خدمات اللاعب الذي يلعب في خانة الظهير الأيمن. وأوضحت الصحيفة المغربية الناطقة باللغة الفرنسية أن مندوب نادي النصر تواجد في مدرجات الملعب في المباراة الماضية التي كانت بين الرجاء والدفاع الجديدي لمتابعة زكريا الهاشمي عن قرب. أنهت إدارة نادي الفيصل رسميا إجراءات التعاقد مع المدرب البلجيكي ستيفان بيمول لتولي مهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم لموسمين. وسبق لستيفان تدريب أندية بلجيكية إضافة لتدريبه المنتخب البلجيكي الأول في عام 2007، واستطاع المدرب ستيفان الحصول على مراكز متقدمة مع الأندية التي دربها، وسيصل مدرب الفريق مطلع الأسبوع المقبل لوضع برنامج الفريق للموسم المقبل. طيب هذه أخبار شوت تويتر، ايش فيه عبد الله اليوم؟ والله تويتر طبعا لازم نبارك للاتحاد فوز اليوم وانتقاله إلى دور الثمانية، وطبعا حسن الجهني كسب تحدية مع الأستاذ ناصر المغربي، نبارك له برضو كسب التحدي. أغلب التغريدات اللي أخذناها اليوم وكل التغريدات اللي أخذناها اليوم تتكلم عن المباراة. حاولنا ناخذ بعض التغريدات اللي كان فيها نقاط مفصلية في المباراة، ما هي بس مجرد تبريكات. التغريدة الأولى للأستاذ فيصل الجفن، قال: نظرا لما تعاني الكرة السعودية من شح الحراس يحق لنا أن نفخر ببروز الواثق فواز القرني،
طبعا فواز القرني كان علامة فارقة في المباراة بالرغم من عودته المتأخرة من الإصابة، يعني ما عاد إلا تقريبا على نهاية الموسم. الأستاذ يحيى مساوى أيضا جاب كلمة جميلة، قال شباب الاتحاد يكسرون اتحاد الشباب، كان يقصد فيها أنه الشباب قدروا أنهم بروحهم يتفوقون على الفريق المتفوق فنيا. في أيضا الزميل عبد المجيد الزويدي، يكسرون اتحاد الشباب، نعم أوكي. الزميل عبد المجيد الزويدي قال لنقطة مهمة، قال فريق يصل لدور الثمانية بثمان لاعبين تحت 23 سنة وبأجنبي وحيد، فريق يحترم شعاره ويجبرك على احترامه. طبعا الجملة الأخيرة قد ما يتفق عليها كل جمهور الاتحاد، قال شكرا الجمجوم على هداياك للكرة السعودية، يقصد يعني اللاعبين اللي جابهم جمجوم للفريق الأول. الأستاذ مساعد العصيمي قال مختار فلاتة وفهد المولد تقنية مهارية عالية صناعة وتسجيل، كانت علامة فارقة في تفوق الاتحاد، مبروك للعميد تأهل مستحق، وكلنا شفنا الأهداف الثلاثة، كانت كل هدف طبعا ما شاء الله أجمل من الثاني. صحيح. الأستاذ عيسى الجوكم أيضا أشاد بالمدرب الوطني خالد قروني، وقال أن القروني يقدم نفسه جيدا في منازلات الكبار. خالد قروني مع قدومه أيضا في نهاية الموسم إلى أنه أثبت نفسه وأخرجنا للاتحاد بطريقة جديدة. هذه كانت تغريدات المباراة. في تغريدة في يعني بموضوع آخر غير متعلق نهائيا حتى بالرياضة، امتدادا للمواضيع الإنسانية، الأمير الوليد بن طلال طبعا مثل ما تفاعل قبل كم يوم مع موضوع إبراهيم، الأستاذة نهلة العنبر كتبت اليوم في تويتر قالت يمانا من الوليد بن الأمير الوليد بن طلال بأهمية التكافل الاجتماعي، وبعد اطلاع سموه على نداءات الأخوات وجهني سموه بشراء مسكن لهن فورا. تابع الأمير الوليد طبعا كما هو دائما يتابع الحالة الإنسانية اللي موجودة، وجه للأستاذة نهلة بشراء مسكن لهن فورا. هم الأخوات اللي عندهم إعاقة، أي اللي عندهم إعاقة. كم وقتهم؟ والله ناسي كم عدد صراحة بالضبط، ما تذكرتهم، طلعت على البروفايل على السريع حقهم قبل الحلقة، وعندهم إعاقة، وطبعا تفاعل معهم كتبهم في تويتر أيضا، وكما تفاعل الأمير وليد قبل كم يوم مع الأخ إبراهيم، تفاعل معهم الأمير وليد مباشرة ووجه بشراء مسكن. جزاه الله خير، الله يجزاه خير ويكتبه في موزين حسناته. عبد الله شكرا جزيلا. شكرا لك وجود. حنروح للفاصل، بعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج. برنامج كورة يسرد أفراح وأحزان الموسم الرياضي المثير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمرتنا في المملكة العربية السعودية، أستاذ عزيز الهدلق وأستاذ عادل عصام الدين هما ضيفا حلقة الليلة. نشوف حديث الأمير فيصل بن تركي اليوم في نادي النصر. يا عالمي نبارك لكم التوقيع مع المدرب الأسباني سمو الأمير. ذكرت نقاط كثيرة في المؤتمر، 10 جون حتبدأ التمارين في المملكة العربية السعودية، ستتواجدون في معسكر خارجي لمدة 10 أيام، بالتالي ستعودون للمملكة العربية السعودية، بعد كده حيكون لكم مشاركة في أحد الدورات الخارجية إذا أنتم أقررتوا هذه المشاركة. سمو الأمير سؤالي، ماذا عن عقد الرعاية اللي جميع النصراويين يبحث عن إجابة لهذا السؤال؟ والله شوف، عقود الرعاية إن شاء الله إحنا في اجتماعات مع بعض الشركات، يعني أنا ما رحت إلى الآن أجازة لأنه عندنا شغل كبير لازم يصير خلال 10 أيام القادمة. لا يهتم الجمهور في هالموضوع لأن نادي النصر قيمته عالية، نادي النصر خصوصا قيمته بعد هذا الموسم. أحب أطمن جماهير نادي النصر يكونوا مرتاحين لهذه الأمور، يعني العام بدون عقد رعاية وحققنا نتائج جيدة، إن شاء الله هالسنة بيكون في عقد رعاية، إحنا دائما بنكون داعمين كان أنا شخصيا أو أعضاء الشرف، فإن شاء الله المستقبل بيسعد نادي النصر. يعني كانت توصل رسالة أبو تركي إنه إذا أنت ما حصلت على عقد الرعاية اللي يناسب
قيمة نادي النصر حسب تكملون الموسم الجاي بدون العقد العام؟ لا ما أعتقد إنه أعتقد إنه في شركات، يعني النصر جاذب الكثير من الشركات إن شاء الله في المستقبل القريب، بس إحنا ما إحنا مستعجلين، عرفت قصدي؟ يعني لو إحنا مستعجلين الحين بعض الشركات هي اللي جتنا، مو إحنا اللي بحثنا وراها. هذا النصر كيان كبير، النصر يستحق الكثير، وإن شاء الله في وقتها بنعلن كل شيء. الأمر الأخير أبو تركي، الجماهير النصراوية أنت عودتهم خلال الفترة الماضية والموسم الماضي أنك تسجل وتسجل وتسجل، وفعلا أنت تسجل وتسجل وتسجل أكثر من 48 ساعة و 72 ساعة، الأمير فيصل أبو تركي ما وقع مع أي لاعب. زعلانين على فكرة. لا ما هي هذا القصة، احنا زي ما قلت لك نبحث عن اللاعبين على الكيف، ما هو كم اللاعبين، يعني قبل سنتين او ثلاثة كنت تقدر تجيب لاعبين اكثر وهذا اللي صار. الحين الفريق شبه يعني شبه جاهز، فبس تحتاج بعض اللاعبين عشان تغيرهم، وعندنا وقعنا عقود كثيرة السنة ما تنساها مع اللاعبين اللي عندنا، فهذه تعتبر عقود تمديد للاعبين، فهذا شيء مهم، يعني صرفنا كثير فيها وبيصير فيها مقدمات كثيرة والرواتب حتعلى، هذا ثقتنا في لاعبيننا الصغار واستمراريتهم مع نادي النصر. لكن إذا في صفقات، أنا أقول النصر يعني ما أبغى أعطي نسب مئوية، لكن أقول لك النصر يعني فرق كثير المواسم السابقة، أفضل فريق في الموسم هذه السنة، أعتقد أنه الفرق الأخرى ستعمل خلال الفترة هذه، وإحنا قاعدين نعمل، يعني صفقتين مهمة جدا اللي هي عبد العزيز الجبرين وأحمد الفريدي، أنا أعتقد أنهم من أفضل اللاعبين اللي قدرنا نجيبهم هذه السنة، يعني الأندية الأخرى ما أظن في لاعبين متاحين أو مو متاحين أو بقيمة هذول اللاعبين الفنية تقدر تأتي بهم في هذا الوقت. وإيتو؟ من إيتو؟ إيتو لاعب شوف بعض اللاعبين، حتى يعني تذكر دينيلسون في فترة من الفترات، بعض اللاعبين يمكن ما يتأقلم في المملكة العربية السعودية، أي نعم أنك بتروح تدفع في إيتو 6-7 مليون يورو حتى بما أنه فري ايجنت، لكن أنت تبحث عن اللاعب اللي بيفيدك في المملكة العربية السعودية وبيفيد نادي النصر، فالقيمة المادية ما هي أهم شيء. احنا نتذكر تيجاري، طبعا كل ما اللاعب صار أفضل قيمته بتعلى، بعض الأحيان احنا ما راح نغامر هالسنة، يعني نغامر نجيب لاعب صفقة يعني زي ما يقولون رخيصة الثمن وفيها مغامرة، ما عاد في مغامرات في نادي النصر، احنا عارفين عندنا أفضل لاعبين سعوديين في المملكة ويثبتها اختيارات المنتخب الآن وفي السابق، مع ان في كم لاعب عندنا في المنتخب يعني المفروض يكونوا موجودين، المفروض يكونوا 9 أو 10 لاعبين في المنتخب، هذا بنظرتي أنا ما أدري عن نظرة الإخوان في المنتخب السعودي، لكن من نظرتي أنا وأفضلية نادي النصر هالسنة وأفضلية اللاعبين اللي كانوا في المنتخب، لكن زي ما قلت لك أفضل لاعبين سعوديين أنا أجزم منهم في نادي النصر. بريان كنيدا مؤتمر الصحفي اليوم، والله نهاني النصر على اختيار هذا المدرب، مدرب صراحة شاهدنا مع الاتحاد في خضم المشاكل الاتحادية والاضطراب اللي كان يعيشه نادي الاتحاد إداريا وحتى وصلت اللاعبين وتغير اللاعبين، صراحة كنيدا كان في ذيك الفترة قادر على أنه يمسك كامل خطوط الفريق وكان يقدم مستوى جدا ممتاز قياسا بالظروف اللي كان يعيشها. ما كتب له انه يكمل مع الفريق لاسباب اختلاف وجهات النظر واسباب اللي قاعد ظروف الاتحاد في ذيك الفتره، صراحه ظروف من الصعب انه يعني مدرب يستمر فيها. المدرب عنده امكانيات كبيره والنصر صراحه استطاع انه يعني بعين خبيرة يختار هذا المدرب ويستقطبه، وهو مدرب أنا أعتقد أنه وجهة نظري حيكون أكثر فائدة، يعني إذا كان كارينو السنة هذه قدم على النصر موسم ناجح بكل المقاييس وحقق بطولتين، أنا أعتقد كنيدا حقق أكثر مما حقق كارينو، لأنه فنيا أنا عندي قناعة فنيا كنيدا أفضل من كارينو. إيش رأيك أبو لمن؟ 100% صحيح. أنا الأمير فيصل بن تركي كان بيقول لعيبة النصر استحقوا نجومية الموسم، وهذا صحيح،
الثلاثة أنا أشوفهم هم التوب الموسم، لو سويت أي استفتاء حيفوزوا، عبد الله عنزي، حسين عبد الغني، وإبراهيم غالب، وضيف أيضا عمر هوساوي ومحمد حسين نجومية. الهلال ما في يمكن نفز، وفي الاتحاد في مختار فلاتة وناصر الشمراني، هذا توب أصوات، أعلى أصوات مع مختار فلاتة. كانيدا اختيار موفق جدا. أنت تعرف الاتحاد الجديد اللي اليوم شفناه، هذا كله أنا أشوفه يعني كان من ضمن تقرير وضعه كانيدا. كانيدا قبل لا يمشي وواجه مشكلة مع الكبار، أو تعرف أنت دائما إذا جاك مدرب أو جات حتى إدارة تبغى تغيير تواجه عاصفة من الاعتراضات. كانيدا واجه هذا في الاتحاد، لكنه فكره ممتاز جدا، وأنا أشوفه يمكن حتى أحسن من كارينيو. وأنا هني النصر، وأشوف هو يهتم بالصغار، يعني هذول وضع طالب هو بالكبار، هذول كلهم يبعدوا خلاص حان الوقت، هو لا يحرب ولا هذا، ولكن هذه سنة الحياة وهذه كرة القدم. تجي مرحلة أنت لازم تحتاج إلى تجديد دماء. كانيدا طالب بذلك، واجه عاصفة من الاعتراضات، في الأخير رحل. أنا أشوف يعني كثير من الأخوان النصراويين سألوني، قلت والله بالعكس أنا أعتقد النصر حيصير أحسن. أنا اللي عجبني في الأمير فيصل بن تركي، شوف هو السنة هادي، أنا يعني لو سألت عن أحسن رئيس نادي أكيد فيصل بن تركي يستحق المركز الأول. كنصراوي أنا أحط في بطني بطيخة صيفي وارتاح. تدري إيش يقول؟ يقول يا أخي إذا ما جاتنا شركات راعي أطمنوا أنا حشيل الفريق. يا أخي أنا كنصراوي حفرح، أقول له كتر خيرك وشكرا، أرتاح وأعرف أن النصر في دعم، في فلوس جاية، لكن أيضا أقول لك النصر إحنا ما نروح للآخرين، إنما هم اللي يجونا. مشكلة الأندية السعودية أستاذ تركي وليهون أبو ريان في عملية الترويج فيه خلل كبير جدا، عيب كبير يا أخي. النصر بكل هذه الشعبية وهذه البطولات ما في رعاية، ولا الاتحاد ولا يمكن الهلال هو اللي الحقيقة كان أفضل خطوة سواها في المرحلة دي، التعاقد مع شركة محترمة زي موبايلي ومشي واستفاد كثير. فاصل قصير بعده ونعود للجزء الأخير من الحلقة. في فقرة بين قوسين أحمد المصيبيح يكتب: بين خالد وخالد هلال مخدر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة. الأستاذ عبد العزيز الهدلك والأستاذ عادل عصام الدين هم ضيوف حلقة الليلة. نشوف بين قوسين. لفقرة بين قوسين في هذه الحلقة اخترنا لكم مقالة الكاتب أحمد المصيبيح من صحيفة الرياض بعنوان بين خالد وخالد هلال مخدر، والتي جاء فيها: يبدو أن الهلاليين لا يستفيدون من دروس آسيا القاسية والخروج المفاجئ من الأدوار المتقدمة في البطولة الآسيوية على يد فرق لا تقارن بهم كزعماء للقارة مثل وحدة أبوظبي وأمصلان قطر وذبهان إيران وغيرها. فبعد الفوز الثمين كنتيجة أمام بونديكور الأوزبكي احتفل الهلاليون وكأن الفريق تأهل للنهائي، ونسوا أو تناسوا أن نتيجة المباراة لا تمثل سوى شوط واحد في دور 16 قدم خلاله الفريق مستوى ضعيفا، ولولا وجود بعض العناصر المؤثرة في تلك المباراة كسديري وكواك والدوسري وياسر لخرج الفريق خاسرا بأهداف. ويضيف الكاتب: على الهلاليين الاستفادة من دروس الماضي واحترام الخصم الذي كان ندا بل أفضل منهم فنيا في معظم فترات الذهاب، ومعالجة الأخطاء واللعب بقتالية وانضباطية لإسعاد جماهيرهم التي ستملأ مدرجات الدرة من أجل بلوغ دور الثمانية في رحلة البحث عن ذات الهلال القارية. ويختتم الكاتب مقاله بقوله: سلم الأمير خالد بن عبد الله كبير شرفي الأهلي الراية للأمير الشاب تركي بن محمد العبد الله بعد أن قدم للقلعة كل شيء، وأسس لعمل مؤسساتي راق جدا لا يشعر به إلا من تعامل مع رجالات الأهل عن قرب. كل يوم يثبت الأمير خالد بن سعد أنه مدرسة إدارية ونموذج للمسؤول القدوة بأخلاقه العالية، ولعل اعتذاره الأخير لنزيه النصر خير مثال ودرس للمكابرين والمتغطرسين. طيب وصلنا للختام،
وريان شكرا جزيلا لك. شكرا لكم على الاستضافة والدعوة وعلى تواجدي في حضرة قامة كبيرة. أستاذ صراحة أستاذ مو أستاذ لي أستاذ جيل أستاذ عادل عصام الدين صراحة نعتز أعتز بتواجدي معه وأعتز بصحبتي ورفقتي معه. ولما شكرا جزيلا لك نورتنا في الرياض. الله يطول عمرك ويسلمك والف شكر لأبو ريان أستاذ كبير وشكرا على الإشادة وإن شاء الله نلتقي في مناسبات قادمة إن شاء الله. وكل طيبين نهاية الموسم طبعا إن شاء الله. موعدنا غدا من 11:30 في أمان الله. شكرا.